اهلا وسهلا بكم في اليوم السابع. النهارده بنعمل لكم تقرير عملي من اليوم السابع عن موضوع مبادره كلنا واحد اللي اطلقتها وزاره الداخليه، الهدف منها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. تعال نشرح ببساطه شديده، انا دلوقتي معايا 200 جنيه ودخلت مبادره كلنا واحد، تعالوا نشوف ال 200 جنيه دول هجيب بيهم ايه وهل هيكفوا اسره ولا لا. اول حاجه هنشتريها هي المكرونه 6 جنيه، هنجيب 2 كيس ب 12 جنيه. هنروح للزيت هنجيب ازاز الزيت ب 20 جنيه، 20 و 12 كده عندي 32 جنيه. هنروح للسكر هناخد كيس سكر ب 11 جنيه، كده المجموع هيبقى 43 جنيه. رحنا للشاي، باكو شاي ب 8 جنيه، كده المجموع وصل 51 جنيه. نروح للفول، علبة فول ب 11 جنيه، كده المجموع 64 جنيه. نروح للخضار، خضار جاهز اهو زي الفل، عندنا ده خضار مشكل ب 14 جنيه، كده المجموع وصل ل 80 جنيه. معانا كمان بسلة بالجزر ب 6 جنيه يبقى كده 86. معانا كمان بامية ب 12 جنيه يبقى كده المجموع 98. معانا كمان ملخية ب 5.5 يبقى كده المجموع 103. هنجيب لبن بكام؟ ب 15 جنيه، فبالتالي كده هنبقى 118. كمان زبادي، باكت زبادي ب 25، كده احنا وصلنا المجموع كام؟ 143 جنيه، بقينا 97 جنيه. نروح للبيض. رحنا للبيض هنجيب باكت بيض ب 42 جنيه، يبقى كده المجموع 185 جنيه، بقينا 15 جنيه. نروح للجبنه، اخر حاجه واحده جبنه ب 5 جنيه. يبقى كده المجموع 190، وواحدة جبنة يبقى كده 200 جنيه بالتمام والكمال. زي ما حضراتكم شايفين كده 200 جنيه بالتمام والكمال جبنا بيهم كل الحاجات دي. وجبنا كل الحاجات دي زي ما حضراتكم شفتوه ب 200 جنيه بس، اي نعم ما فيهاش لحوم بس حاجات بسيطة، يعني ممكن تقضي اكل او اكلتين لاي بيت بسيط من بيوتنا البسيطة. وسهلا بكم في اليوم السابع. النهارده بنعمل لكم تقرير عملي من اليوم السابع عن موضوع مبادره كلنا واحد اللي اطلقتها وزاره الداخليه، الهدف منها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. تعال نشرح ببساطه شديده، انا دلوقتي معايا 200 جنيه ودخلت مبادره كلنا واحد، تعالوا نشوف ال 200 جنيه دول هجيب بيهم ايه وهل هيكفوا اسره ولا لا. اول حاجه هنشتريها هي المكرونه 6 جنيه، هنجيب 2 كيس ب 12 جنيه. هنروح للزيت هنجيب ازاز الزيت ب 20 جنيه، 20 و 12 كده عندي 32 جنيه. هنروح للسكر هناخد كيس سكر ب 11 جنيه، كده المجموع هيبقى 43 جنيه. رحنا للشاي، باكو شاي ب 8 جنيه، كده المجموع وصل 51 جنيه. نروح للفول، علبة فول ب 11 جنيه، كده المجموع 64 جنيه. نروح للخضار، خضار جاهز اهو زي الفل، عندنا ده خضار مشكل ب 14 جنيه، كده المجموع وصل ل 80 جنيه. معانا كمان بسله بالجزر ب 6 جنيه يبقى كده 86. معانا كمان بامية ب 12 جنيه يبقى كده المجموع 98. معانا كمان ملخية ب 5.5 يبقى كده المجموع 103. هنجيب لبن بكام؟ ب 15 جنيه، فبالتالي كده هنبقى 118. كمان زبادي، باكت زبادي ب 25، كده احنا وصلنا المجموع كام؟ 143 جنيه، بقينا 97 جنيه. نروح للبيض.
وصلنا للبيض هنجيب باكت بيض ب 42 جنيه يبقى كده المجموع 185 جنيه بقى لنا 15 جنيه. نروح للجبنة آخر حاجة واحدة جبنة ب 5 جنيه يبقى كده المجموع 190 وواحدة جبنة يبقى كده 200 جنيه بالتمام والكمال. زي ما حضراتكم شايفين كده 200 جنيه بالتمام والكمال جبنا بيهم كل الحاجات دي. وجبنا كل الحاجات دي زي ما حضراتكم شفتوه ب 200 جنيه بس. اي نعم ما فيهاش لحوم بس حاجات بسيطه يعني ممكن تقضي اكل او اكلتين لاي بيت بسيط من بيوتنا البسيطه.